طبعا النهارده هنعمل وصفه ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم، هي بيكاتا، والبيكاتا دايما ليها محبيها. يعني النهارده انا هستخدم فيها، يعني هقول انا جبت الدمي جلاس، هو ليه طريقه طبعا بتتعمل، كانت زمان في المطاعم الطريقه الاصليه من العظم نفسه، لكن دلوقتي بنزلوا منها باودر جاهز فبقت الدنيا اسهل كتير. وهقول للطريقه التقليديه اللي احنا عايزين نعملها، لو مش هستخدم الدمي جلاس انا هعملها بالصوص العادي البني او بالمشروم صوص. ازاي انا هستخدمها النهارده؟ قطع فيليه كده جميله حلوه ناعمه. خلينا نقول عندي لحم فيليه وعندي مشروم وعندي زبده، عندي كريمه ودقيق وتوم مفروم، بصل مفروم، عندي مرق وجوز الطيب وبهارات اللي هي السبع بهارات او بهارات اللحمه اللي موجوده عند حضراتكم، عندي ملح وفلفل وطبعا رشه من القرفه، وعندي دمي جلاس حسب الرغبه. اول حاجه المفترض ان انا لما بعمل البيكاتا دي بديها كده رشه ملح وفلفل الاول، رشه بهارات، بحب اطعم اللحم الاول. المفترض ان انا اطعمها في الدقيق او انزلها كده اديها في باودر الدقيق عشان ابدا اديها تشويحه الاول لوحدها، اقفل المسام. يعني هعمل كده مثلا، اول حاجه بسم الله هاخد كده رشه من الملح، رشه من الفلفل، وعندي رشه من البهارات اللحم، احب اطعمها كده الاول كده مع بعض اهي. وهبدا اخد شويه كده دقيق وهعمل كده الاول، خليني احط الاول رشه زيت وزبده، بسم الله نقطه زيت ومكعب او مكعبين من الزبده، هاخد بقى هنا شايفين كده زيت مع زبده عشان الزبده ما تتحرقش، وهاخد ابدر اللحم ده كده في الدقيق شويه علشان ده اللي بيعمل كوتنج كده غريب، يعني من بره يغلفها كده خفيف وبعدين يديها فريم كده وتبدا يديها سكنس برضو تخانه لما اجي اشوحها بعدين لما انزل الصوص عليها وكده. مثلا اهو انا بقى عاجبني شويه الزبده اللي يعملوا بقى الشويه دول عشان يدوا طعم ويلونوا معايا مع لون اللحمه تبقى رائعه. يبقى انا تبلت بملح فلفل شويه بهارات، بهارات سبع بهارات او بهارات اللحمه كده. البيكاتا دي ممكن كمان ليها طريقه بالفراخ، احنا عملناها قبل كده في رمضان اللي فات تلاقوها، وطريقتها سهله جدا. كان معانا هديه بتقول ياه انا ما كنتش اعرف انها كانت سهله كده، كانت بتحبها قوي من الاطباق المفضله عندها، يعني حبيبتي كانت بتتخيل انها صعبه فمش يعني مش حابه تعمل التكنيك بتاعها، طلعت بسيطه. وانا دايما بحب ان انا اقدم في برنامجي الحاجات السهله البسيطه مش المعقده، لانه احنا دايما عايزين السهل السريع واللي يدينا تيست حلو كمان، وده الاهم في الموضوع. بصوا كده ما بحاولش احرك اللحم كتير، حطيت ملح فلفل بهارات لحمه او سبع بهارات، حطيت معلقه زيت وزبده، حطيت شرايح اللحمه، ببطن كده بتبطينه بسيطه، انا مش عايزه اخليها كلها دقيق لا، ده انا دوب بس. بصوا زي ما انا بعمل كده اهو تتنفط كويس تتحط هنا اهي، شايفين ازاي؟ هشيل بقى دول وهبدا اخد كده الملقاط هنا، اقلب الايه او من ده نقلب بقى قطع شرايح اللحمه دي. بصوا تاخد لون كده، ممكن ده
هنا هنقلب شوية. هنتكلم كمان عن البيكاتا بقى ونقول أصل الطبق ده كان إيه. اطباق كده سريعه ولطيفه وبس بتدي تيست وطعم حلو الحقيقه، واهم حاجه قطعه اللحمه. كده دي مرحله اولى كده. طبعا هجيب طبق، خلوني اسمحوا لي ايه امسح هنا. وهبدا افصل بقى، اطلع اللحم ده واشوح في نفس الطاسه عشان انا مش عايزه برضو حضراتكم تبهدلوا الدنيا وتبوظوا طاسات كتير ويبقى الموضوع فيه. لان عارفه ان اكتر حاجه بتضايق السيده في البيت هي فكره انها تعمل ال تغسل اطباق كتير او حاجات بعد الاكل كتيره. طبعا هو يعني البيكاتا من الاطباق المعروف انها ايطاليه وهي تقليديه يعني في ايطاليا، مش من الاطباق المميزه، طبق تقليدي يعني. بصوا بقى خدت كده شويه دول. اهم حاجه تبقى الجريل او الطاسه سخنه قوي، ده مهم بقى. يعني لو كانت اسخن من كده كانت احلى بالنسبه لي، عشان الفريم ده بيفضل ثابت عليها كده بشكل واضح قدام حضراتكم. هجيب بقى كده ايه طبق صغير اطلعه عليها. هنفصل بقى اللحمه دي شويه كده هنا كده الصوص ده. بصوا ممكن كمان نعمل اصناف كتير مش بس الفراخ، فراخ لحمه. بصوا بقى هاخد كده في نفس المكان بعد اللحمه هعمل كالاتي: البصل هنا، هنحط كده مكعبين من الزبده، خليني بس اشيل دي اهي، وهدي رشه ملح وفلفل. ولسه المرق لما هينزل هيلم كل الحاجات اللي في الطاسه وبطعم اللحمه دي. شويه كده من الملح ومن الفلفل، اطعم البصلايه كده. دي بقى احلى حاجه فيها، تتاكل مع مثلا رز ابيض، تتاكل مع خضار سوتيه، تتاكل مع ماش بوتيتو، بطاطس مهروسه كده جميله. دي بقى حاجات اختياريه لحضراتكم زي ما تحبوا. نقلب بقى تقليبه حلوه كده. وبعدين عندي ثوم برضو، هضيف الثوم. شايفين بقى الجمال؟ اوكي يا سلام، مش عارفه ليه والله نودي كده. هاخد اقطع المشروم. بصوا بقى طريقه غسل المشروم لو حضراتكم هتستخدموا فريش، انا حبيت اجيبه فريش المره دي عشان تعرفوا. بصوا بنزيل كده بمسح المشرومايه كده لانه عامل زي السفنج، لو انا حطيته تحت الميه يعني ممكن شطفه بسيطه حطيته تحت الميه هيشرب كل الميه وهيبوظ. اهو يتنضف كده، شايفين حضراتكم ازاي؟ اهو دي الطريقه لتنظيف المشروم. المشروم ده يعني مليان بروتين عالي جدا بنسبه البروتين والياف وكربوهيدرات وكل حاجه، يعني احنا بنستخدمه كبديل للحمه عشان مكان البروتين اللحمه، تخيلوا.
عايزه اقول لكم في ناس كتير بتستخدمه، وهو كمان ليه دور كبير في الوقايه من مرض السرطان والعياذ بالله. تعالوا بقى ناخد كده. في نسبه سيلين الفوليك اسيد طبعا كتير. خليني اشوف سكينه حلوه، ممكن اعمل كده شرايح كده. يعني في ناس تحبه على فكره تاكله يبقى باين، بس انا ممكن نقطعه كده. بصوا بقى، يعني عايزه اقول لكم المشروم ده سبحان الله، انا بحب الفريش ده قوي، بس هو ليه طريقه كده مهمه قوي مع الثوم، مهمه معاه قوي نحط عصره ليمون، وانا هعمل كده دلوقتي. هو كمان من الحاجات المهمه جدا، الناس اللي عندهم فقر دم او انيميا بيستخدموا المشروم كتير في اكلاتهم. ده كمان مش برميها، العيدان بتاعته دي مش بتترمي، بتتقطع كده وبتستخدم معايا عادي جدا. هنشوح تشويحه حلوه كده، وتعالوا ننزل بسم الله المشروم الاول مع الثوم على طول مباشره كده. هنشوحه تشويحه حلوه لحد ما يدبل كده شويه. طبعا كل ما تلاقوه فريش يبقى احلى من المعلب، ولو حضراتكم هتستخدموا المعلب الافضل ان احنا دايما اي حاجه معلبه حضراتكم لازم نحطوها في مصفى وتحت الميه، ونتخلص من الماده الحافظه دي ضروري، وتتشطف كويس قوي تتصفى ونستخدمها كده. شايفين ازاي نقطه عصير ليمون بسيطه قوي تكاد لا ترى، عشان بس المشروم. شايفين؟ تقليبة بقى حلوة. هاجي هنا بقى هضيف شوية من البهارات، وهاخد رشة بسيطة من القرفة، وتعالوا كده ناخد شوية من المرق. بسم الله هنزل كده، لسه ما استخدمناش الدمي جلاس في حاجه، ولو حضراتكم مش عايزين تستخدموه يبقى هنحمر الدقيق، معلقتين دقيق لما يوصل لونهم بني في معلقتين الزبده، وبعدين نحط عليهم كل الحاجات دي. هعمل كده بسم الله شويه كده، وهاخد اللحم اللي احنا حمرناه وشوحناه ده وكل العصاره بتاعته تنزل تاني هنا في المرق. ايه ده؟ هنا، وهنزل كل العصارة دي تنزل، دي عصارة اللحمة ما ينفعش اتخلص منها وارميها، فيها كل الايه الصوص الحلو اللي احنا اللي طعم اللحمه نفسها. هسيبها هنا شويه بقى تغلي غلوتين عشان تبدا تستوي في شويه المرق دول الاول، مش هضيف دلوقتي كريمه خالص. شايفين ازاي انا هطعم الدمي جلاس ده بمعلقه واحده، لكن شايفين الصوص، شايفين هي لونها عامل ازاي لوحدها من غير لسه ما نضيف اي حاجه خالص، الطعم بتاعها هيبقى رائع. تغلي بقى غلوه حلوه كده، هنسيبها هنا تغلي غلوة حلوة. بصوا كده تمام، اللي عايز يرش بقى رشة جوز الطيب ماشي، اللي مش حابب خلاص انا بس هدي كده رشة فلفل. طبعا احنا حاطين مرق، بحط بس رشة من البهارات اللحمة شوية، اسيبها الاول تاخد غلوتين من غير الكريمة تمام، وبعدين لما تبقى داخلة تبدأ تخش على التسوية كده هروح مدياها الكريمة معاها. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة وبدأنا الشوط التاني. بصوا بقى البيكاتا هنا اهي، شايفين الصوص عامل ازاي كده، احنا لسه ما حطيناش اي حاجة تخلي لونها بني ولا حاجة، هي ده لون اللحمة الطبيعي عصارة اللحمة
اللي احنا عملناها والمشروم. طيب هاخد كده معلقه من الديمي جلاس، معلقه واحده اهي زي ما حضراتكم شايفين، ادوبها فيه شويه مرق، لازم تدوب في ميه او في مرق، انا عشان اظبط طعم الملح بس. خلوا بالكم الديمي جلاس فيه طعم ملوحه، فلو حضراتكم ظابطين الملح خلوا بالكم. طبعا الكريمه لما هتنزل يعني هتشيل شويه من الطعم ده اهو. الريحه طبعا رائعه، سيبها بقى تاخد وتدي كده شويه. وتعالوا هنا قبل ما تاخد شويه كده كمان حلوين، مش هحط الكريمه دلوقتي، نبدا نعمل شويه خضار سوتيه حلوين ليهم تاست حلو طعم. بسم الله. طاسه هنا سخنه، عندي مقادير اللي موجوده عند حضراتكم. الثابت فيه هو الجزر والكوسه والبروكلي وال ممكن يبقى شويه من البسله، في ناس تحط فاصوليا خضراء، انا النهارده ضفت مشروم عشان اعزز الخضار الحلو ده، وحطيت بروكلي وطبعا شويه بطاطس لو عايزين. تعالوا بقى نعمل شويه خضار سوتيه حلو، طبق كده حلو نقدمه مع بعض. عندي زيت زيتون معلقه كده كبيره، واحلى حاجه بالطعم الخضار السوتيه ده هي الروزماري والايه والثوم. بسم الله. هنزل عليهم على طول كوسه، هنزل فاصوليا، بسله، وعندي شويه جزر والمشروم. خليني كده اقلب تقليبه كده حلوه كده، الكبير هقسمه نصين ماشي، وعندي ممكن شويه فلفل الوان لو عايزين تقطعوا واحده بس تبقى مربعات جوانح كبيره ماشي. هديله لسه عصره ليمون خفيفه عشان اضفت مشروم، وممكن كم واحده بروكلي كده كده، مش محتاجه ان انا اسلقه ولا حاجه، كم واحده بس، كم زهره هقلب. الثوم بيدي طعم حلو، زيت الزيتون بيدي طعم حلو، مش هسلق في ميه ولا حاجه. الخضار يتقطع قريب من بعضه، هاخد رشه الروزماري الاخضر، ممكن نضيف كام واحده بطاطس وممكن لا، انا ممكن احط كام واحده بس، وبعدين هظبط الملح بسيط. تقدروا تستخدموا الملح الهيمالايا، تقدروا تستخدموا الملح العادي بتاعكم اهو، كام واحده بس. خلاص وهنقلب كده تقليبه حلوه. خليني اخد عصره الليمون ورشه الملح ورشه فلفل. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كتير، خلاص احنا مش عايزين ملح كتير، هي رشه بسيطه مش بالضروره يبقى طعم مظبوط يعني. رشه فلفل، وحطينا الروزماري والثوم، وادي عصره الليمون الاخيره. بسم الله. وهنقلب الخليط ده، وادي البيكاتا هنا شغاله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين على البخار هيستوي الخضار ده من غير اضافه اي ميه ولا مرق ولا اي حاجه، وهتاكلوه طعمه رائع، ومش بالضروره يستوي 100% عشان تستفيدوا بالفيتامينز اللي موجوده جوه الخضار. جوه كل نوع من الانواع دي في فيتامينز هنتكلم عنها دلوقتي، الكوسه، الجزر،
فاصوليا الخضراء، كده شايفين، بهدي النار وبسيبه بقى شوية صغيرين، وبعدين نرجع. عايزة أقول لكم طبعا الناس اللي ما بتحبش الكوسة دي، الكوسة دي مهمة جدا، كانوا بيسموها هي يعني غذاء القلب، فعلا هي مهمة جدا لصحة القلب، وفيها كمان حاجة مميزة جدا لصحة العيون، عشان بس تبقوا عارفين. فالناس اللي مش بتحبها ممكن تاكلها بس بنسبة بسيطة. طبعا هي يعني فيها نسبة مية حلوة، وفيها بتظبط نسبة السكر في الدم، وكمان يعني مفيدة جدا للجهاز الهضمي، من الحاجات اللي بتعمل ليونة يعني كده. والله فعلا صح، لما بنعمل فعلا بيقولوا لي هدية، بتقول احنا لما بنعمل الحاجة دي فيها كده كمية الألوان الحلوة دي في الخضار، احنا فعلا بناخد نسبة فيتامينز حلوة لو احنا نستمر على كده. دي حقيقة فعلا يا هدية. بصوا انا حطيت خلاص صوص الدمي جلاس اهو، بصوا سايباها، هبدا اضيف هنا الكريمه. بسم الله. عايزه اقول لكم البروكلي ده هايل، الحاجات اللي بتقلل الكوليسترول من اولهم البروكلي فعلا يعني. وبعدين هو مضاد للاكسده، وبعدين مفيد جدا لازاله السموم من الجسم، وناس كتير جدا بتستخدمه علشان يعني مرض الكانسر، ومفيد جدا للبشره وللصحه. دايما الناس تقول لك يحمي من الشيخوخه، لازم البروكلي ده حتى لو مش بيحبوه يعني. دي برضو من الحاجات اللي ايه اللي ممكن تبقى كده. انا هدوب هنا ممكن شويه في مكان الكريمه هنا، معلقه دقيق بس في المرق، هتقل الصوص شويه لو انا حباه يبقى تقيل، مفيش مشكله خالص كده. شويه من الدقيق لو انا عايزه اتقل الصوص. انا بصراحه بحب احط فيها خضار يعني. عايزه اقول لكم على حاجه بصراحه يعني، انا مش قادره اصبر احط فيها شويه كده من البسله بالجزر دي. اولا بتبقى روعه، طبق كده شيك لما بتقدم مع رز ابيض بتبقى رائعه. وممكن نحط كمان شويه من الفلفل الالوان ده. يعني هي بصراحه ليها كده تيست حلو، حتى لو ما قدمناش جنبها، لا عملنا جنبها مثلا خضار ولا عملنا جنبها حاجه. خليني ازود شويه الروز ماري هنا في الخضار السوتيه شويه، ونقلب. بصوا بقى الخضار على الميه بدا يستوي على البخار ولا اي حاجه خالص، ببساطه جدا عملنا طبق خضار سوتيه. شوفوا البروكلي لونه بقى عامل ازاي بقى، اول ما ضفنا الليمون وال على البخار بقى لونه ازاي، بقى لونه رائع. هنا انا بحاول بس ادوب الدقيق كده علشان ياخد منه معلقتين بس، ممكن اتقل الصوص. طيب خليني اخد كده نقلب كده، ماشي نعمل كده بس، ايه نظبط هنا الصوص ده اهم حاجة فيها. انا بحبه كتير لانه بصراحة ساعات بتقعد في التلاجة لتاني يوم، فبيبقى الصوص قليل، بيبقى اللحمه نشفت. حتى لو عندكم بقى بواقي عرق مثلا، هنفترض عملتوا عرق مثلا روستو او عرق تريبيانكو بارد ونشف منكم في الثلاجه، او حاسين ان هو ما بقاش يعني على التراك زي ما كنا بناكله، نقدر ببساطه جدا ناخده نعمل له صوص زي صوص البيكاتا ده، ونحط فيه شرايح اللحم بتاعه العرق ونستخدمها، ونعمل منها وصفه ثانيه ثاني يوم مختلفه وجديده وحلوه. شايفين ازاي اهو كده. ناخد بقى الماش بوتيتو نعمل كده. انا سلقت شويه بطاطس، بطاطستين ثلاثه. بصوا الصوص بدا يتقل ازاي اهو،
ومع الكريمه مع شويه الخضار، دول حلوين جدا الحقيقه. الكاتا دي حلوه من الاصناف الجميله يعني. طيب تعالوا بقى، احنا خلصنا الخضار، تعالوا بقى نرفعه من على النار. خلاص زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين الخضار لونه عامل ازاي. طيب هاجي بقى اقدم الخضار ده في طبق كده، واخد البيكاتا دي برضو معاها في نفس الطبق. ممكن نقدم كده، ناخد كام شريحة حلوة من البيكاتا دي. بسم الله. من الحاجات الرائعة، ناخد شوية من الصوص بتاعها برضو معاها. بس أقدم كده كده، خليني ايه اجيب كده لوش صغير زي ما حضراتكم شايفين. مع شرايح المشروم، الصوص ده بيتحط ابار كده جنبه للي عايز من الصوص. بنحط كده في صوصيره هشوفها دلوقتي، اضيف معاها شويه صوص، وناخد شويه كمان من الخضار ده. نحط كده جنبها وهقدم بقية الخضار طبعا في طبق لوحده. هنعمل كده طبق لطيف. وصحة وهنا طبعا على قلب حضراتكم، تستمتعوا بقى بيها. الفاصوليا دي مهمه اهو، اللي صايمين اجرهم كبير وانا اولهم والله. طيب تعالوا بقى ناخد كده الايام الاسبوع العاديه بتبقى لطيفه لما الواحد بيعمل اكلات سريعه ويحس ان هو كل وشبع. يعني عارفين ايه اللي هو، احنا عملنا اكله لطيفه بس في نفس الوقت اكله مشبعه. دي مهمه. انا ممكن بقى اقدم دي هنا كده، وتعالوا نقدم كمان جنبها طبق الخضار هقدمه لوحده، وبعدين نطلع بقى لاستراحه ونستعد نعمل طبق كده لطيف برده الماش بوتيتو من الاطباق الحلوه. تعالوا كده نشوف هنعمله ازاي، لكن نقدم الاول مع حضراتكم الايه، طبق الخضار الجميل ده بيتحط بقى كده معاها اللي عايز ينقنق. طبعا اكتر ناس بتعمل دايت او بتحافظ على صحتها كلوا خضار قد ما تقدروا. الخضار زيرو كالوريز، ما فيهوش يعني كالوريز بتاعته ضعيفه جدا جدا وبسيطه جدا، وكلوا منه قد ما تقدروا، بيبقى مشبع ولكن مفيد، ما فيهوش ضرر على حضراتكم في اي حاجه. فطبعا تقدروا يعني تتعاملوا مع هذا الموضوع بايه، بشكل امن جدا. يبقى كبديل ان احنا نعمل طبق كده وناكله كده وننقنق فيه بالشوكه، بيبقى جميل قوي. سواء مشوي كمان، لو مشوي يبقى رائع، ولو زي ما احنا عملناه كده سوتيه على البخار يبقى رائع برضو. اهو ادي طبق السوتيه كده. الصوص ده هنعمله دلوقتي في شويه في الصوصيره، بصوا مش هسيبه، اقدر اعمل معاه اضيفه بقى مع شويه رز مع اي حاجه، صوص لوحده يجنن. هستسمح حضراتكم بقى نطلع استراحه، ونرجع بعد الاستراحه ان شاء الله هنعمل وصفه الماش بوتيتو بطاطس كده بطريقه لطيفه. احط شويه من الصوص الحلو ده فوقها تتاكل بيه لو عايزينه مع الخضار، او تاكلوها مع الماش بوتيتو بدل الخضار. نطلع استراحه وفي انتظار حضراتكم.